أعلنت البحرين حبس مواطنين بحرينيين تلقيا أموالا من شيخ قطري، وذلك للتأثر في الانتخابات والإضرار بمصالح البلاد. النيابة البحرينية قالت إنه ثبت تلقي الشخصين أموالا من المدعو عبد الله بن خالد الثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر وتسلم الأموال منه نقدا. كما أسفرت التحريات أيضا عن تسلم أحدهما من الوزير القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع أن يتم إجراؤها هذا العام، وهذا لدعم حملته الانتخابية.